ومشاهدينا الكرام، لمزيد من القراءة والتحليل لبيان الحكومة الجديدة التي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معنا للحوار دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والتنمية. أهلا بحضرتك معنا دكتور هشام، قراءتك مبدئية لهذا البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي. اهلا وسهلا بحضرتك، معاك هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. في البدايه انا بقول ان البيان طبعا ده شامل لكافه القضايا والمحاور الاربعه اللي هي في القضايا ذات الصله. خلينا نقول برضو ان حضور الحكومه بكافه تشكيلها بيؤكد على الاحترام المتبادل ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه. بداية خير، يعني الحكومة بتقول إن أنا بالنسبة لي بحترم البرلمان، أنا جاية بكل تشكيلاتي بكل هيئاتي بقدم البيان. الوجيب طبعا وجود وثيقة مفصلة فيها أكثر من 300 صفحة تتعرض على البرلمان، دي بداية كبيرة جدا إن إحنا بنقول إن الحكومة جادة شفافة بتقول للبرلمان، بتعطي صلاحياته للمتابعة. يعني إحنا هنكون أمام حكومة شفافة وأمام برلمان لديه صلاحيات وعنده محددات هيتابع فيها الحكومه بشكل كبير جدا. تشكيل اللجنه طبعا اللي احنا شايفينه من البرلمان ده تشكيل متوازن، في موالاه معارضه كل اللجان الحزبيه اللي موجوده، تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، فجميع الطوائف ممثله. فنتمنى ان يخرج يعني بيان تفصيلي من البرلمان لرؤيته لبرنامج الحكومه. اتكلم طبعا في اربع محاور اساسيه الدكتور مصطفى مدبولي، طبعا فيما يتعلق ببناء الانسان، وذكر فيه ملفات تفصيليه جدا. اتكلم في ملف الاقتصاد التنافسي، وتكلم فيه في محددات كثيره. تكلم فيما يتعلق بملف الامن القومي ووضع محددات في هذا الامر. واخيرا تكلم على التماسك الاجتماعي. عنوان الحكومه هو بشكل واضح ومحدد سيتجه الى مساله ضبط الاسعار بشكل كبير جدا، السيطره طبعا على ازمه الكهرباء، برنامج طموح جدا نقدر نستطيع ان هو افتتاحيه عصر جديد للجمهوريه الجديده بشكل راقي جدا، بيعبر عن الشكل السياسي المصري للمرحله المقبله، بيقول ان الدوله المصريه دي الطريقه التي ستسير فيها اختصاص، يعني فيها نوع من انواع الاحترافيه، نوع من انواع الاهداف المحدده واضحه هتتكتب في 300 صفحه في محاور محدده، هي تمثل طموحات الشعب المصري على اتصال مباشر بهذا البيان، خارج من التعاون ما بين الحكومه وبين التوصيات المخرجه من الحوار الوطني. يعني في نوع من انواع التشاركيه السياسيه والحزبيه والنقابيه مع الحكومه، فهو برنامج طموح للحكومه المصريه ملتزمه فيه بتوصيات الحوار الوطني وملتزمه فيه بمراقبه فعاله من البرلمان. فنحن امام عهد جديد. الحكومه وضحت من خلال عرض النهارده من خلال الدكتور مصطفى مدبولي ان هي الملفات الاساسيه اللي هتشتغل عليها والسياسات الجديده والتزامها برؤيه 2030. فانا شايف ان البروتوكول المعمول مع الطريقه التي عرض بها الدكتور مصطفى، مع الملفات المعروضه، الملفات التي عرضت في الاستثمار، التي عرضت في الصناعه، التي عرضت في التعليم وخصوصا التعليم التكنولوجي الفني والجامعات التكنولوجيه، اختراق الملفات المختلفة في بناء الإنسان بشكل كبير زي ملفات الصحة وغيرها من الملفات، ملفات الاستثمار واهتمام الدولة المصرية بملفات الاستثمار، ملفات الخريطة اللوجستية لمصر في المرحلة الجديدة عبر 6 محاور لوجستية على مساحة أكثر من 100 كيلو متر، على حيث أن هي تحويل مصر لدولة ساحلية، مركز للطاقة في 2030، استثمار، تشجيع سياحة، منتجات زراعية. شايفها خطه شامله حقيقيه لتطوير الدوله المصريه والانطلاق فعلا. نعتبر النهارده بهذا البيان اذا تمت الموافقه عليه من البرلمان وحاز الثقه، نقول ان مصر دخلت المرحله الثالثه للجمهوريه الجديده بشكل كبير جدا وبشكل فعال، ومستبشر خير بالبيان وبالطريقه اللي رئيس الوزراء تعهد بالشفافيه والالتزام امام البرلمان، تعهد بالشفافيه بلقاءات اسبوعيه لبيانات حكوميه للرأي العام وللإعلام، إن هو بالنسبة له سيوفي بالمعلومات وهيكون هناك شفافية وتشاركية.
نستطيع نقول ان شكل الدوله المصريه تعهد ايضا بانتخابات محليات تتم عرضها في القريب العاجل، تحدث عن حقوق الانسان والنظره الشامله ليه، تحدث عن ملفات كثيره جدا هي الهموم سواء كانت في المحور السياسي او في المحور الاقتصادي او في المحور الاجتماعي، على الحقيقه هي آلام وامال المصريين في المرحله المقبله. انا شايف ان البرنامج طموح وان شاء الله يعني عمليه ان هو المتابعه عليه ووضع يعني مؤشرات للاداء يعني بحيث ان احنا نتابعها كبرلمان او نتابعها كحوار وطني او كراي عام ونطالب الحكومه بها ونتابع ما يحدث من خلال تنفيذ ذلك على ارض الواقع. طيب انتم كحزب دكتور هشام كرئيس حزب الاصلاح والنهضه كيف وجدت الأحزاب في خطاب رئيس مجلس الوزراء؟ ما الذي استوقفك؟ ما الذي اطمأنت له نفسك في ما يتعلق بهذه التفاصيل الكثيرة والمتشعبة أنت كرئيس حزب الإصلاح والنهضة؟ أنا طبعا بالنسبة لي كنت من المشاركين في كل جلسات الحوار الوطني وباعتباري كرئيس حزب، وكنا شاركنا بشكل كبير جدا في كل الملفات. أرى ما تم شرحه على الحقيقة أسلك صدري على كرئيس حزب، وخصوصا إن أنا شفت إن هو في تشعب اختصاصي كبير جدا، شمول لكل الملفات ومش ملفات إعلامية، دي ملفات إحنا كنا متكلمين فيها في الحوار الوطني بمعدلات واضحة يمكن قياسها يمكن تنفيذها. فطبعا ده يعطيني اطمئنان لمستوى التخطيط ومستوى السياسات للدولة المصرية في المرحلة المقبلة. الأمر الثاني شفت من خلال رئيس الوزراء إن هو في رؤية مصرية لحجم أكبر من التشاركية السياسية في المرحلة المقبلة لكل طوائف الشعب ومنها الأحزاب السياسية، فنظرة الدولة المصرية للأحزاب المصرية نظرة محترمة جدا بتدعونا للأمل والتفاعل ومزيد من المشاركة في الواقع السياسي المصري، مزيد من المشاركة في الحوار الوطني، إن احنا بالنسبة لنا مع كوادرنا نستطيع إن احنا الملفات المعروضة دي إن احنا نشتغل عليها كتثقيف سياسي، نبدأ نعاون الحكومة في رؤية ما يتم من خلال دعمها بالمقترحات أو تشجيعها في النقاط الإيجابية أو حتى الاعتراض عليها بشكل في بعض النقاط من خلال منهج واضح، لأن نحن الآن أمام مشروع متكامل للدولة المصرية في 300 صفحة معروض. أمامنا دلوقتي شكل من أشكال الاحترافية السياسية نستطيع من خلاله أن نوافق أو نرفض أو ندعم أو نشجع على ملفات واضحة لها مؤشرات محددة سنعمل عليها. فأنا كرئيس حزب سياسي أرى أن احنا بالنسبة لنا ندخل في عصر جديد مع بداية جديدة منذ ظهرت ملامحها على الحقيقة منذ انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية شهد لها قاسي والداني. نحن الآن أمام حكومة والحكومة تسير بخطوات من أول اختيارها لكفاءات لها شكل معين لطريقة أدائها واحترامها للبرلمان بهذا الشكل، احترامها للحوار الوطني، احترامها للقوى السياسية اللي موجودة، احترامها قبل ذلك في الكلمة الختامية للشعب المصري اللي هي، ودي نقطة مهمة جدا، نحن جميع تروس نعمل لصالح الدولة المصرية، وده عنوان يشجع على أننا وطن واحد لديه هدف واحد وان احنا كلنا كاسره مصريه مجتمعه نعمل جميعا ايا منا في موقعه لخدمه هذا الهدف هو رفعه هذه الدوله في علاقه من الشفافيه، في علاقه من الحب، في علاقه من التعاون، وفي نفس الوقت في علاقه من الاحترافيه، فكل منا يؤدي دوره، سواء اللي بيشتغل، سواء اللي بيراقب، سواء اللي بيحلل، سواء اللي بيدعم، فهي مركب واحدة الهدف منها هي مصلحة الدولة المصرية. وعلاقة من الثقة كما أكد على هذه الكلمة الدكتور مصطفى مدبولي في بيانه. دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أشكرك شكرا جزيلا.